للمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن هجوم النظام السوري على محافظة درعا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك دكتور ثامر. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن هجوم النظام السوري على محافظة درعا، و يعني سميتم أو وصفتم ذلك بقوة الشر في تنفيذ عمليات ممنهجة لسفك دماء السوريين. من قصدتم بقوة الشر في بيانكم، وما هو هدفهم من سفك دماء السوريين؟ حقيقة ما يجري في درعا هو هجوم عسكري إرهابي عنيف استخدمه النظام السوري لإراقة الدماء السوريين في محافظة درعا، وقد أدى هذا الهجوم العنيف باستخدام الصواريخ والمدافع والأسلحة الثقيلة إلى استشهاد أكثر من 18 شخصا من بينهم أطفال ونساء، وأيضا إلى إصابة العشرات، فضلا عن الدمار الذي تسببه هذا الهجوم العنيف الذي قام به نظام بشار الأسد. وقصدت الهيئة في بيانها القوى الشر، قوى الشر التي تدعم نظام بشار الأسد على مرور السنين الماضية، وعلى رأسها النظام السوري، النظام الإيراني، ميليشيات حزب الله اللبناني، الميليشيات في العراق، وأيضا حتى الأنظمة العربية التي تدعم النظام السوري، بالإضافة إلى ذلك قوى الشر التي هي منها أمريكا، التي لو أرادت حسم الملف السوري لحسمته منذ وقت طويل، ولكنها تريد استمرار الصراع في سوريا من أجل مصالحها الخاصة. نعم دكتور ثامر العلواني، بما تفسر استمرار قصف النظام المدنيين على هذا النحو رغم وجود اتفاقات دولية بعدم التعرض للمحافظة أو محاولة اقتحامها، كيف ينظرون إلى هذه الاتفاقات الدولية بالأصل؟ حقيقة هذه الاتفاقات الدولية لا تنفع إلا النظام السوري، وإنما جعلت هي وسيلة أو مرحلة من مراحل الصراع التي تنفع وتكون في مصلحة النظام، نظام بشار الأسد الدموي. ونظام بشار الأسد الدموي هو لا يهتم للاتفاقات الدولية، لأنه يعلم تماما أن الاتفاقات الدولية والنظام العالمي هو لا يريد ذهاب نظام بشار الأسد، وإنما يدعمه، هو الدليل أنه لم نرى أي تصريحات رسمية تدين ما فعله من مجزرة يوم الخميس الماضي نظام بشار الأسد بحق السوريين، الذين من المفترض أن يكونوا هؤلاء تحت الاتفاق الدولي، أنه لا يجوز، وأن الاتفاق الدولي فرض على النظام بشار الأسد ألا يقدم على اقتحام المدينة، ولكنه لا يأذن ذلك لأنه يعلم تماما أن الانتخابات الأخيرة التي الهزلية المسرحية الفاشلة التي قام بها واختارت نظام بشار الأسد رئيسا للجمهورية هو عبارة عن مهزلة، ويعلم أن هذه عندما سكت النظام العالمي على هذا القرار فإنه أعطاه الضوء الأخضر لاجتياح مدن آمنة تعتبر على نسبيا على مدار السنوات الأخيرة الماضية. طيب كيف تفسر يعني هذا الموقف للمجتمع الدولي وهو يرى أن هذه الجرائم هي ليست جديدة، هناك أيضا جرائم كبيرة من ضمنها استخدام الكيماوي لقتل المدنيين، رغم ذلك يعني موقف المجتمع المدني من جرائم النظام السوري كيف تصفونها؟ حقيقة النظام الدولي هو مشترك في الجريمة التي يرتكبها نظام بشار الأسد على مر 10 سنوات استمرت، والنظام يقدم بجرائم الكيماوي وجرائم القصف العشوائي. هناك 9 مليون مهجر إلى يومنا هذا هم من السوريين في شتات، سواء داخل سوريا أو خارج في دول العالم، وإلى الآن المجتمع الدولي هو لم يتحرك حقيقة، وإنما كما قلت سابقا هو مستفيد من الصراع الموجود على أرض سوريا. إذا نظرنا إلى الكيان الصهيوني هو مستفيد مما يجري في سوريا، إيران مستفيدة مما يجري في سوريا، روسيا مستفيدة مما يجري في استدامة الصراع في سوريا، كلهم الآن يحتلون سوريا بدعوى هذا استمرار هذا الصراع، ولذلك لا يمكن أن يعول على النظام العالم لأنه شريك فيما يجري من استمرار نزيف الدم في الشعب السوري. طيب هنا طبعا ضمن حدود
يعني ضمن حدود سوريا، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات على المستوى الإقليمي؟ يعني تلك العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، إلى أي مدى يعني لها انعكاسات ربما على الوضع الإقليمي؟ لا شك أنه أي عدم استقرار في سوريا وإثارة الصراع من جديد وتصعيد هذا الصراع إلى مستويات عالية جدا مثل ما رأينا في درعا، وسيؤثر على دول الجوار وعلى الدول الإقليمية بالإضافة على دول العالم، فإن ذلك سيزيد من التنافس الدولي على داخل سوريا واستمرار الصراع داخل سوريا، لأن هذا الأمر معلوم تماما أن هناك مخططات دولية وإقليمية، فهناك على سبيل المثال هناك إيران تحاول بكل قوة وتسعى بكل قوة لتغيير ديمغرافية الشعب السوري، وقد نجحت في ذلك كثيرا، فهناك الميليشيات الآن هي تستحوذ على أراضي وتغتصب أراضي وتهجر ملايين السوريين لمحاولة التغيير الديمغرافي المستمر. بالإضافة إلى أن هذا الصراع في سوريا هو عدم استقرار، ما يؤدي إلى أيضا عدم استقرار اقتصادي، عدم استقرار أمني، عدم استقرار سياسي، كل ذلك يؤثر على دول المنطقة ودول الإقليم. نشكرك شكرا جزيلا دكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.